شخصية سياسية تمثل التوجه العلماني الوطني في العراق، تولى رئاسة الوزراء لأقل من عام، لكن له إنجازات تحسب له مثل إسقاط ديون العراق، صرف الرواتب للموظفين، وأيضا إنجازات أمنية أخرى. ورغم وجود انتقادات كبيرة لفترة رئاسته للحكومة من قبل بعض الأطراف السياسية، إلا أن القائمة الوطنية العراقية التي يترأسها تتميز بقبول شعبي، وهي اليوم تدخل الانتخابات، أي انتخابات مجالس المحافظات، معتمدة على مسألة تغير الفكر العراقي وبعد، أي بعد المواطن العراقي عن تجربة الأحزاب الدينية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه المقابلة الخاصة من بغداد مع الدكتور إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس القائمة الوطنية العراقية. مرحبا بك دكتور. خلال تواجدي في بغداد وخلال احتكاكي بالكثير من العراقيين، كثير منهم يطرح سؤال: أين دكتور إياد علاوي؟ بغداد. أقصد عن الحياة السياسية. والله موجود أنا بالعمل السياسي وبالحياة السياسية، يعني لربما ظهوري على الإعلام والإعلام أقل من السابق، لكن موجود يعني، وعلى اتصال دائما بالقيادات السياسية في العراق، وألتقي بكثير من الشرائح الاجتماعية، ومستمر طبعا بالتنبيه على الأخطاء والمخاطر اللي تواجه المجتمع العراقي. بس ان شاء الله يعني ناوي انه شويه بالفتره القادمه يكون اكثر تواجد بالاعلام يعني، وتواجد بالمحافظات ايضا. كانت دائما في بغداد يعني معظم الوقت، بس الان قررنا نسوي برامج نزور المحافظات كلها بدون استثناء. طب نحن طبعا راح نخصص ربما الجزء الأكبر من حديثنا عن موضوع الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات، باعتبارها استحقاق انتخابي مهم، ربما نحن بانتظار الأهم في نهاية العام، ولكن لهذه المرحلة الانتخابات هي مهمة. ماذا أعددتم كقائمة وطنية عراقية لخوض هذه الانتخابات؟ بالتأكيد الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات راح تكون من المفاصل المهمة في سفر العراق وفي مستقبل إن شاء الله، ونأمل أن يكون هذا مستقبل جيد ومشرق ومستقبل واعد لكل العراقيين. احنا قدرنا تمكننا من أن ننزل في كل المحافظات باسم واحد وبقائمة واحدة وبرقم واحد، يعني باستثناء طبعا المحافظات اللي ما راح يصير بها انتخابات اللي هي كردستان وكركوك. العفو. وتبنينا مشاريع تتعلق بالمحافظات، في كل محافظة أكو خصوصية، ولكل خصوصية مشروع تبنته القائمة في تلك المحافظة يعني، بالإضافة إلى طبعا المشروع السياسي الوطني العام اللي هو مشروع القائمة العراقية، واللي هو واضح يعني أنه رفض المحاصصة الطائفية والتركيز على مؤسسات الدولة وبناء الدولة العصرية، وأن تقوم دولة تحتضن كل العراقيين بغض النظر عن هوية العراقي وجهة والمذهب والدين والطائفة اللي ينتمي لها. فزرت محافظة صلاح الدين وراح نزور محافظات أخرى، وشفت أكو تعاطف كبير الحقيقة مع توجهات القائمة وطروحاتها. في مقابلة مع أحد الشخصيات المهمة عن المجلس الإسلامي الأعلى، ذكر بأنه الموضوع ليس كما يتوقع العلمانيون، ربما سيكون تغيير بنسبة 5% كحد أقصى، إنما الأحزاب الدينية ستكون لها الحظوظ الأكبر كما في انتخابات 2005. نعم. شنو رأيك دكتور؟ والله رأيي تعتمد القصة على نزاهة الانتخابات. بالتأكيد أكو تحول بفهم الشارع العراقي لما حصل في العراق، وبالتأكيد فشلت الكتل الطائفية السياسية من والدينية اللي اعتمدت الإسلام السياسي في معالجة مشاكل المجتمع ومشاكل الدولة، وإلى حد الآن نشوف إحنا الخدمات متوقفة، الاقتصاد متوقف، الأمن لا يزال هش. أتوقع إذا حصلت انتخابات نزيهة بمعنى النزاهة الحقيقية، بالتأكيد راح تصير متغيرات قد تكون غير متوقعة.
الخوف هو أن لا تحصل مثل هذه النزاهة في الانتخابات. يعني أفهم من كلامك دكتور أنه الخوف من موضوع النزاهة، إنما أنتم واثقين من أنه الفكر عند المواطن العراقي اختلف والتوجه اختلف؟ والله واثق أنا بصراحة، لأن أقدر أستعمل قضيتين يعني مصدرتين كمعيار لهذا الموضوع. المصدر الأولى أنه الكتل اللي تخندقت بالمواقع الطائفية الآن تتحدث عن مشروع وطني عراقي وتتحدث عن الابتعاد عن المحاصصة الطائفية، فقد تكون هي يعني هذه الكتل اللي غيرت تفكيرها، قد تكون أما آمنت بهذه المسألة وخطأ ما كانت ملتزمة به، أو لأن الشارع نبض الشارع اتجه باتجاهات مختلفة، وإلا ما كنا نتوقع. يعني أنا أذكر من أنا طرحت موضوع إعادة مناقشة الدستور قبل 3 سنين، قامت الدنيا يعني بصراحة يعني كأنما أنا جاي من الفضاء. الآن كتل طائفية سياسية تتحدث عن مسألة إعادة النظر بموضوع الدستور والحوار حول الدستور. من حكينا على مسألة المحاصصة الطائفية وخطورتها على الوضع العراقي، الآن نفس الأحاديث. فهي مصدر الحقيقة مهمة، أنه هناك تراجع بالتفكير الطائفي السياسي والجهوي اللي اعتمد بال3-4 سنوات الماضية. المصدر الأخرى تنشوف على مستوى الشارع العراقي، أكو ردة فعل من ما حصل وما يحصل، والشارع العراقي مثل ما تعرفين حضرتك يعني يرفض التقسيم، هذا سني وهذا شيعي وهذا مسيحي وهذا مسلم وهذا كردي وهذا عربي، لأن حتى العشائر العراقية هي عشائر نصها تلقيها سنة ونصها شيعة. الالتزام بتوجه الطائفي أثبت فشله، وأيضا الدين المسيس ما يتلائم ويا الوضع الاجتماعي والحضاري بالعراق. لهذا نشوف أكو تحولات كثيرة الآن حصلت على صعيد الشارع، مو بس على صعيد النخب اللي آمنت بالمشروع الطائفي السياسي. إذن دكتور، إذا كان هناك تشكيك بالنزاهة، إحنا التقينا بوزير الداخلية والتقينا بشخصيات تتابع الانتخابات، تقول نحن يعني أعددنا لموضوع ضمان نزاهة هذه الانتخابات، موضوع شفافية هذه الانتخابات، وجهزنا كل طواقمنا حتى تراقب هذه العملية. من من تتخوفون فيما يتعلق بالنزاهة إذا كانت الأمور الأمنية والإعداد جيد كما يقال؟ لا يعني أنا ما أعتقد، يعني لابد حضرتك تتذكرين أو سمعتي الأزمة اللي حصلت في وزارة الداخلية قبل فترة، فصلوا ضباط واتهموهم تآمر ورجعوا وتراجعوا عن هذا الموضوع، أطلقوا سراحهم وأطلقوا سراحهم. بس المهم هاي يعني ظاهرة تعكس حقيقة. الحقيقة هو أن أجهزتنا لا تزال غير قادرة على تحمل المسؤولية في العراق، سواء كانت الأجهزة العسكرية أو الأجهزة اللي في قوى الأمن الداخلي. يضاف إلى هذا الجهات العراقية يجب أن تستعين بمراقبين دوليين لضمان الانتخابات على ضوء ما حصل بالانتخابات الماضية. الانتخابات الماضية كانت مملوءة بالتحديات، الانتخابات العامة والقتل والإرهاب والفصل وإلى آخره والاعتقالات. فيفترض الآن ما تتكرر. احنا ما عندنا ثقة انه الامكانيات العراقية الحالية هي باستطاعتها نتواجه هذا التحدي. لكن دكتور، حتى وإن كانت نتائج الانتخابات الفائتة بسبب الممارسات اللي ذكرتها لم تكن يعني نتائج متوقعة بالنسبة لكم، أو نتائج كانت يعني لا ترضي طموحاتكم، إلا أنه أنت